مشاهدينا، وللحديث أكثر عن هيمنة الميليشيات على العراق والدور الذي تلعبه أمريكا بالوصول العراق إلى هذه النقطة الحرجة، معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان. مساء الخير. أهلا بكم. مجمل التقارير الصحفية أستاذ عبد الله والدولية تتحدث عن نمو قوة الميليشيات في العراق، لماذا تم إعطاء الميليشيات هذا الدور أو تم السماح لها لتصل إلى هذه القوة في العراق؟ النظام السياسي والاحتلال وتهديم أركان الدولة العراقية وتفكيك مؤسساتها التي تحمي الشعب العراقي في الجيش والمؤسسات الأخرى التي تهتم بأمن المواطن، كل هذا والنظام السياسي الذي بناه الاحتلال والدستور الذي شرعه الاحتلال، كل هذه هي أسس بنت للميليشيات طريق سدد، أنشأ طريقا للميليشيات لأن تصل إلى هذه النقطة. نعم. وما يهم أمريكا هو مصالحها واستمرار الفوضى في العراق، وبالتالي النظام السياسي هو المسؤول عن وجود الميليشيات وهيمنتها على العراق وعلى مقدراته. هنا أيضا يعني لماذا قررت أمريكا إفساح المجال لهذه الميليشيات وتحديدا الولائية منها والمرتبطة كذلك بإيران في أن تبتلع العراق على مستويات عديدة رغم علامات العداء الظاهرة بين الميليشيات تجاه أمريكا وأمريكا تجاه الميليشيات، أم ربما هو دور تكتيكي تلعبها أمريكا مع الميليشيات؟ السياسات الأمريكية في العالم في العالم أجمع تهتم باستراتيجياتها، لا تهتم بمصالح الشعوب الأخرى. فما يهم أمريكا مثلا هو التوقيع الاتفاق ما بين لبنان وإسرائيل على الحدود البحرية. نعم. كان هذا أهم من أن تهتم بموضوع الميليشيات في العراق أو في إيران، وكذلك اليوم تهتم في موضوع أن تقدم إيران إلى نعم. أستاذ عبد الله، هذا ما يهم أمريكا، ولا يهمها من يحكم العراق أو من يحكم لبنان أو الميليشيات أو غيرها، أمريكا تهتم بمصالحها. طيب، على أي أساس إيران منحت الأحزاب كل هذه الأموال في العراق؟ هل كان من ضمن الخطة أن يكون العراق غارق بهذا الفساد اللامنتهي؟ في معرض رد الحكومة الإيرانية على معارضيها عندما طالبت المعارضة الإيرانية أن تكف إيران سياستها الخارجية وتسحب دعمها إلى العراق وسوريا وتهتم بشؤونها الداخلية واقتصادها الداخلي وتنمية الاقتصاد الإيراني، ردت الحكومة الإيرانية مباشرة: نحن ما صرفناه لا يشكل نقطة من بحر مما سحبناه من العراق من أموال عن طريق أذرعنا في العراق. فهذا إيران لم تعطي شيئا، وإنما شجعت هذه الأطراف لتخلق فوضى لصالحها. الفوضى في العراق تخدم إيران اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، منع العراق من أن يتطور صناعيا واقتصاديا وزراعيا في أوامر إيرانية بأذرع. واليوم نشاهد تماما هيمنة الميليشيات على الاقتصاد العراقي لصالح إيران. فما يهم إيران لم تصرف شيئا على العراق، لكن اللي يهمها هي الفوضى. الفوضى هي التي تخدم إيران في استمرار أذرعها في أن تتحكم بالعراق لمصالحها. يعني إيران ربما تستفيد من هذه الميليشيات بأن تستفيد اقتصاديا عسكريا وكذلك تسيطر على المنطقة، ولكن بالمقابل لماذا تصر هذه الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران في أن تستمر بهذا الرابط والتبعية لإيران بالوقت الذي ممكن أن تكون مستقلة؟ يعني علينا أن نبحث تماما بطبيعة التكوين الفردية والسياسية لهؤلاء. نعم. هؤلاء لم يترعرعوا في وسط وطني أو في نشاط شعبي لمصلحة الوطن أو أهداف وطنية، هم ترعرعوا داخل أجهزة مخابرات، كان يأمرهم ضابط صغير إيراني ولا زال هذا الضابط كبر في درجته وجاء مسؤولا عليهم في إيران، فبقوا يشعرون هذا الدونية أمام المسؤول الإيراني. هذا الشعور لم يستطيعوا أن يخترقوه، وليس لديهم وطنية، إضافة إلى العامل الذي تغذيه إيران عقائديا على أن ولاية الفقيه هي أهم من الوطن ومن غيرها. فذلك لا يمكن
لهم الشعور بوطنية. لم يشعر العراقيين أن هؤلاء في يوم اهتموا بالوطن أو اهتموا بالقضية الوطنية العراقية، وتماماً تبعيتهم لإيران هو لهذا السبب. طيب هنا لو تحدثنا عن أمريكا التي تعتقد أنها أخطأت بالفعل بالعراق، وهناك تصريحات لمسؤولين أمريكيين بأنهم أخطأوا باحتلال وغزو العراق، يعني حتى يعني تصريح دونالد ترامب الرئيس السابق يقول أنه أمريكا أخطأت باحتلال العراق، لماذا تركت أمريكا إذن الميليشيات تعبث بالعراق وتستمر بتنمية قواتها في العراق رغم تهديدها للمصالح الأمريكية؟ هل ربما المواجهة ما بين أمريكا والميليشيات اقتربت؟ بالحقيقة يعني لا يوجد هناك اعتراف رسمي أمريكي بأنها أخطأت في العراق، وإنما حتى تصريحات ترامب هي كانت قبل أن يكون انتخابي. نعم. ولما انتخب 4 سنوات لم يقدم شيئا للعراق، أو في هذا الإطار لم يقدم تجريم الجيش الأمريكي. نعم. وجرائمه على العراق. نعم. فبالتالي هذه رسائل للداخل وليس رسائل حقيقية. ما يهم الشعب العراقي هو الاعتراف الرسمي الأمريكي بالخطأ وتسليم العراق إلى أبنائه، هذا ما يهم الشعب العراقي. نعم. لا يهمه التصريحات الإعلامية وغيرها. أما مسألة المواجهة والاقتراب فهذا أمر بعيد جدا، لأن أمريكا لا زالت تحتفظ بإيران في المنطقة لمشاريعها في إخلاق الفوضى، في الضغط على المنطقة العربية، في تقسيم، في إنشاء كيانات جديدة تحتاج إيران فيها. هذه هي مشكلة أمريكا. لا يهمها الوضع في العراق، ولا يهمها، تهمها مصالحها وكيف تستخدم إيران في إثارة الفوضى بالمنطقة. نعم، من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.